عرفت ليه في بقول بعد لك كده؟ ان يكون الاتحاد امر للجميع والاولويات سواسيه، وانه المكان الشرعي اللي الناس تثق ان حقوقها موجوده عنده، وانه يدير بالنيابه عنهم مش بسلطه عليهم. لان الموضوع ده هدي لك 3 وقائع تستغرب عليهم. هاني سعيد سعيد اتسجل من غير عقد ده بعد لما حصل الخلاف بين الاهلي والزمالك وقالوا العقد ضاع، وعم منصف خطفه وهو عم منصف قال ده خطفه من ايدي وعمل له محضر والكلام ده، سجله من غير عقد. من غير عقد؟ من غير عقد. يا نهار ابيض. عايز وقعه ثانيه؟ حمزه الجمل اتسجل من غير عقد ومن غير، وكان ماضي للاهلي. حمزه الجمل وقعته انه كان موقوف سنه، جه النادي الاسماعيلي اعاره لنادي بني ياس. ايوه. عمل ايه بقى النادي الاسماعيلي؟ قال لك طالما انه مش عندي ومعار، كان زمان الاعاره تخرجه. لا، الإعارة تحتفظ بالمكان، يعني أنت إعارته يبقى الشغل مكان عندك. فهو عايز يستفيد من المكان، فخرجه من القايمة. خلاص ما بقاش لعيبه. أيوه. على أساس إنه هيرجع عليه يأيده. وقتها صلاح حسني. أيوه. كان مدير كورة، سافر جابه. أيوه. خلاص؟ وجه النادي الأهلي وخلصنا كل الإجراءات. الدكتور عمارة كان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. إن يا إبراهيم الاتحاد يرضى يسجل لك هذا الكلام؟ يا عم الورق اهو، الراجل مش في اوراق الاسماعيلي. ده فري. فالمهم يعني هددوه بالشطب ومش عارف ايه وبتاع فالكابتن صالح قال لي اديله ورقه. قبل ما اديله ورقه يعني ما رضناش يعني ان احنا نصعد نطعن على سجلوه. سجلوه لاولى تخريجه كده وسجلوه برضه. بدون ورق. بدون ورق. آه. حسني عبد ربه دي قصه تانية خالص، ما رضاش ينفذ حكم المحكمه لا الفيفا ولا الكاس، وقال لك يعني عندك جواب من نادي ستراسبورغ بيقول لك انا كسبت القضيه وغير قابله للطاعه، وعندك عقد مع ستراسبورغ، وعندك جواب بيطلب منك بقيه اتعابه وخد بقيه اتعابه، وعندك عقد اللاعب. كل المقاومات والورق ده كله موجود في اتحاد الكوره، ما رضاش يسجلهم لك. هذا هو المعيار والذي، وبعدين تضحك بقى يقول لك نادي الدوله. ايوه هو نادي الدوله. دوله الشعب. لا لا، ودوله الدوله، لان الدوله تفخر بيه، هي مالهاش دعوه بدواليب العمل الجزئيه. الاهلي هو نادي الدوله وعليه راسه ريشه اسمها الحق والصح والنظام والترفع، وانه ما ياخدش غير حقه، وانه ما يتصهينش على حقه. هو ده يعني. إنما الاهلي على راسه ريشه؟ الاهلي على راسه ريشه؟ الاهلي على راسه ريشه اللي انا بقوله لك ده، مش ريشه يعني ان هو مميز يعني، لا، هو ريشه قيمه انضباطه وقيمه وترفعه وحفاظه على حقه وعدم اعتدائه على حق الاخرين. هي دي بتخلي الاهلي مميز، هي دي ريشه الاهلي، هي دي ريشه الاهلي. اللي عايز يشوفها يشوفها، اللي مش عايز يشوفها هتطرف عينه. هتطرف عينه.